عبروا عن مشاعر فرحتهم في الوطن العربي بكامله من المحيط إلى الخليج، لكن ماذا بعد؟ ما هي التحديات من وجهة نظركم التي يمكنها أن تواجه تنظيم كأس عالم في دولة عربية مثل قطر؟ ما هي نظرتكم لهذا الحدث وكيف يمكن للعربي جميعا أن يستفيدوا منه؟ وأسأل محمود كسوحة من بريطانيا. تفضل يا محمود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشكر الكبير إلى قناتكم على إن شكرا جزيلا الذي يعطي المتصل التعبير عن رأيه بحرية وأدب، فأنا أتمنى منك أن تعطيني الحرية في إبداء رأيي. أنا كنت معي أختي أسمعك، تفضل سيد كسوح. فأنا أتمنى منك أن تعطيني الحرية كما كالعادة. أنا كنت عندما رأيت أمير قطر وكل العائلة وهم يرقصون، ففكرت أن قطر أصبحت الدولة السادسة في مجلس الأمن الدولي، وأصبحت بإمكان قطر استخدام حق الفيتو. والله أنا أتعجب من قناتكم القوية والمعروفة. أنا أن تصل إلى هذا المستوى، قد أصبحت الجزيرة قناة قطرية. طيب يا محمود، يعني على رسلك، من حقك الأميري. طيب من حقك أن تعبر عن وجهة نظرك تماما، وأنا يعني قد يتفهم الكثيرون. تفضل تفضل. أنا أكمل وجهة نظري حرية. تفضل. وأصبح لازم عليكم قناة الجزيرة الاعتداء بالسلام الأميري القطري، فقناتكم ليست قيادية، إنما هي تبث الفتنة بين الشعوب وحكامهم، والجزيرة هدفها الوحيد إظهار قطر. أنا أتساءل أين الشيخ القرضاوي؟ لماذا لم يتكلم عن؟ طيب يا محمود، هل تتوقع أنه لو كانت دولة عربية أخرى غير قطر هي التي فازت بتنظيم كأس العالم، هل تعتقد أن فرحة الشارع العربي كانت ستصبح أقل، أو الاحتفاء الإعلامي بها كان سيكون أقل؟ أنا لم أرى من قناتكم لم تتكلم عن أي إنجاز عربي، إنما هجوم وفتن، يعني من زرع الفتنة بين حماس وفتح الجزيرة؟ من كثير 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 في الجزيره. والله لو كانت قناه الجزيره هي المسؤوله عن كل الهزائم العربيه. تفضل. انا اتساءل، الشيخ الجليل القرضاوي يتكلم عن كل المواضيع، لماذا لم يتكلم عن بر الوالدين؟ اتعرفين لماذا؟ خوفا من ان يسيء لامير قطر الذي نفى والده اخذ الحكم منه بقوة. طيب يا سيد كسوحة، أنت أخذت المجال وعبرت عن وجهة نظرك. شكرا. تعلمين نقطة أخرى، من يدير قناة الجزيرة؟ المخابرات القطرية، وهذا معروف. يعني على كل، أشكرك على هذه المعلومة التي أضفتها إلي عن المكان الذي أعمل فيه. أشكرك سيد محمود كسوحة من بريطانيا. طبعا لك مطلق الحق أن تعبر عن وجهة نظرك وأن تقل